الرئيس السيسي يوجه بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. بايدن والكاظمي يتفقان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات الصاروخية الأخيرة بالعراق. بيان فرنسي بريطاني ألماني يدعو إيران للتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية. السابعة صباحا، الخامسة في غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولا إلى تدريب القيادات الشابة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، وجه الرئيس كذلك بالاستمرار في دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محليا وعالميا. وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وجه الرئيس باستمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة وعلى أعلى معايير الجودة، كما وجه بتدقيق جميع البيانات ذات الصلة بمشروع تطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وقد استعرضت السيدة وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا والموقف الاقتصادي عالميا ومحليا خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشا حادا في النمو الاقتصادي العالمي في 2020، أخذا في الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محليا وعالميا لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الإطار، وذلك لضمان التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وكذا التغلب على أي تحديات قد تعوق استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي. كما تم استعراض تفاصيل تأثير أزمة كورونا على عدة محاور بالدولة والإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري، خاصة تجاه دعم العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهم وتوفير فرص عمل في المشروعات القومية والأشغال العامة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض نشاط بنك الاستثمار القومي وخطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك، أخذا في الاعتبار أنه يعد أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موجها سيادته بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولا إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ الطاقات البشرية المتاحة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصة فيما يتعلق بمجموعة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وقد عرض السيد وزير الإسكان في هذا الصدد الموقف الإنشائي بكل من مدينة المنصورة الجديدة ورشيد الجديدة إلى جانب مدينة أسوان الجديدة وما تحتويه من مرافق ومنشآت وخدمات ومناطق تجارية وترفيهية، فضلا عن الأعمال الإنشائية بمشروع صواري الإسكندرية، وكذا سير العمل في تطوير منطقة زهور مايو التي تضررت من السيول خلال العام الماضي. كما تم استعراض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية، كما استعرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العالمين الجديدة وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العالمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تطورات الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها بما في سلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة وأعلى معايير الجودة، مع إيلاء الاهتمام اللازم للمرافق والخدمات والطرق الداخلية وأعمال التنسيق الحضري، وكذا الالتزام بمعايير الاستدامة للبنية الأساسية لاستيعاب الاحتياجات المستقبلية المتوقعة مع بدء تشغيل المدن الجديدة. كما وجه السيد الرئيس بمراعاة أكبر اتساع ممكن لحجم مداخل العاصمة الإدارية الجديدة والمحاور المؤدية إليها، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة منها وإليها مع ربطها بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة الكبرى وأحيائها. السيد وزير الإسكان عرض أيضا الشق الخاص بالوزارة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، خاصة قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي. وقد وجه السيد الرئيس بتدقيق جميع البيانات ذات الصلة بمشروع تطوير قرى الريف المصري على أن تتضمن أعمال المشروع فرق عمل من الأكاديميين وخبراء التخطيط والإحصاء للوقوف على كافة التفاصيل على أرض الواقع وتحديث البيانات الخاصة بسكان القرى وأحوالهم وأوضاعهم. كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على مخطط مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، والذي يتضمن 14 مشروعا رئيسيا، حيث وجه سيادته بدقة دراسة كافة تفاصيل المشروع وأن يتم تنفيذه بما يتسق مع الموقع المتفرد للمنطقة وروحانيتها وقدسيتها للإنسانية بأسرها، على أن تراعي الدراسات الإنشائية طبيعة الظروف المناخية والجيولوجية لموقع المشروع. كما تم استعراض مستجدات مخطط التطوير الشامل للقاهرة التاريخية، خاصة منطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات، فضلا عن عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة وكذا مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع ممشى أهل مصر المطل على النيل، والذي يعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة وتستعيد وجهها الحضاري، فضلا عن زيادة نسبة المسطحات الخضراء وأماكن الجذب السياحي. وقد وجه السيد الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية والإسراع في إتمام المراحل النهائية منها لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية. انطلق المشروع القومي حياة كريمة بتوجيه من الرئيس السيسي بداية 2019 لتنمية قرى الريف المصري، وذلك بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا. نجح المشروع في مرحلته الأولى في تحسين حياة 375 تجمعا ريفيا، وتوج المشروع بإطلاق الرئيس السيسي المرحلة الثانية في ديسمبر لعام 2020 التي تتضمن تطوير 1376 قرية ب 51 مركزا على مستوى الجمهورية.
عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبول اجتماعا لاستعراض استراتيجية البنك المركزي المصري للأمن السيبراني، وكذا استعراض دور شركة إي فاينانس لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في ملف التحول الرقمي. وفي مسهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي قدما في ملفات التحول الرقمي وفق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، بما يتطلبه ذلك من بناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة. وقال مدبول إن هذه ملفات شديدة الأهمية للدولة في المرحلة الحالية والتي يتولى البنك المركزي القيام بها. أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على الشراكة التاريخية بين البلدين القائمة على أسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتنمية العلاقات في كافة مناحيها، وكذا جهود البلدين في مجال حقوق الإنسان بما يحقق مصلحتيهما. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين ناقشا خلاله سبل دفع العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الساحة الليبية والقضية الفلسطينية، فضلا عن ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب وغيرها من التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة. وأوضحت الخارجية في بيان لها أن شكري قدم لبلينكن التهنئة على توليه منصبه، متمنيا له وللإدارة الأمريكية الجديدة التوفيق والنجاح، معربا عن تطلع مصر للبناء على ما تحقق من إنجازات على مدار العقود الماضية على مستوى العلاقات الثنائية لتطوير التعاون في كافة المجالات. كما أكد شكري على استراتيجية العلاقات التي تجمع البلدين والسعي لمواصلة تعزيز آفاقها بالشكل الذي يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة على الأصعدة كافة. أكد مندوب مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته 46 أن مصر شهدت تقدما كبيرا على صعيد حرية الدين والمعتقد، مشيرا إلى دعوة الرئيس السيسي لتحديث الخطاب الديني ونبذ العنف. هذا ونوه مندوب مصر إلى أن الدولة المصرية بذلت جهدا حثيثا لإعلاء قيم المواطنة والتسامح. ولا يفوتني أن ألفت نظر المجلس الموقر للتقدم الكبير الذي شهدته مصر على صعيد كفالة واحترام الحق في حرية الدين والمعتقد، ودعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحديث الخطاب الديني ونبذ التطرف ومواجهة دعاوى الكراهية والعنف. وتبذل الدولة بالتعاون مع المؤسسات الدينية جهودا حثيثة ومستمرة لإعلاء قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز. ويتيح قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس تسهيل إجراءات بناء الكنائس الجديدة، وتم بموجبه توفيق أوضاع ما يزيد عن 1800 كنيسة ومبنى خدمي. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق واستقلاله. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بايدن مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. أوضح البيت الأبيض أن بايدن والكاظمي ناقشا الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد القوات العراقية وقوات التحالف الدولي، واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات. كما ناقشا أهمية دفع الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن وتوسيع التعاون الثنائي في القضايا الرئيسية الأخرى. قال موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الاتصال بالعاهل السعودي الملك سلمان اليوم. وأوضح الموقع أن المكالمة ستبحث عددا من القضايا ستكون الأولى لبايدن كرئيس مع العاهل السعودي في حال تم إجراؤها كما هو مزمع.
قالت وسائل إعلام عراقية إنه أصيب العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية في الناصرية بمحافظة ذقار، ونقلت عن مصدر أمني عراقي إن اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ذقار أدت إلى إصابة 15 عنصرا من قوى الأمن و17 شخصا من المتظاهرين. ويطلب المتظاهرون بإقالة المحافظ ناظم الوائلي بسبب تدهور الخدمات العامة في محافظة ذقار. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه على بناء دولة ومجتمع القانون مجددا تمسكه بالدستور خلال اجتماعه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي بتونس. أشار الرئيس التونسي إلى أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد ليس له علاقة بعدم الاستقرار الحكومي، مؤكدا على أن تونس لها من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على أن تكون ديمقراطية بعيدا عن الحسابات الضيقة. عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستان ترودو اجتماعا افتراضيا هو الأول من نوعه منذ تولي بايدن منصبه للشهر الماضي. بحث الجانبان عدة قضايا من بينها الاستجابة لوباء كورونا والتعافي الاقتصادي والأمن، فضلا عن الهجرة واللاجئين وتغير المناخ. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جون ساكي أن هناك مراجعة بخصوص فرض عقوبات على روسيا. وخلال مؤتمر بالبيت الأبيض أشارت ساكي إلى أن الإدارة الأمريكية طلبت من أجهزة الاستخبارات المساعدة في تقديم ما جرى من قرصنة إلكترونية خلال الفترة الماضية. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 92 صوتا مقابل 7 أصوات على تعيين توم فينسك لرئاسة وزارة الزراعة، كما صادق المجلس بأغلبية 78 صوتا مقابل اعتراض 20 صوتا على تعيين ليندا توماس جرينفيلد سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. تتمتع ليندا بخبرة طويلة في العمل الدبلوماسي، حيث عملت مساعدة لوزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية في إدارة أوباما. طالب البرلمان الفنزويلي الحكومة بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي، ذلك ردا على العقوبات الجديدة التي فرضتها بروكسل على 19 مسؤولا في كاراكاس لزعم تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان. وأقر البرلمان خلال جلسة له نصا يرفض العقوبات الأوروبية الجديدة، ويدعو الرئيس نيكولاس مادورو لإعلان رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس شخصا غير مرغوب فيه، كما يدعو كذلك إلى مراجعة الاتفاقية المتعلقة بوجود بعثة دبلوماسية أوروبية في كاراكاس. قالت الشرطة في الإكوادور أن أعمال شغب اندلعت في 3 سجون بالبلاد أسفرت عن سقوط أكثر من 60 قتيلا. من جانبه اتهم وزير الدولة باتريسيو ياسمينو منظمات إجرامية بالوقوف وراء أعمال الشغب لإثارة العنف في سجون البلاد، مضيفا أن الحكومة والشرطة تتخذان إجراءات لاستعادة السيطرة على الوضع. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن إيران استغلت انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في التنصل من التزاماتها بحسب الاتفاق الموقع عام 2015،
وفي مؤتمر صحفي دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إيران للتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير، مشيرا إلى أنه يجب تضمين قضايا أخرى في الاتفاق النووي مع إيران بما فيها الصواريخ البالستية. قالت حكومات فرنسا، بريطانيا، ألمانيا إن على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعدل عن الخطوات التي تقلص الشفافية. وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك إنهم يأسفون بشدة لأن إيران بدأت تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية المنصوص عليها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والموقعة في 2015، مطالبين إيران بالعدول عن كل الإجراءات التي تقلص الشفافية وضمان التعاون التام وفي الوقت الملائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وصلت إلى العاصمة روما طائرة عسكرية على متنها جثمان السفير الإيطالي والذي قتل في هجوم مسلح الاثنين الماضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكان في استقبال جثمان رئيس الوزراء ماريو دراغي ووزيرا الخارجية والدفاع. في غضون ذلك نفى متمردون الهوتو الروانديون الاتهامات التي وجهتها لهم كينشاسا بأنهم وراء الهجوم. فاز محمد بازوم المرشح للانتخابات الرئاسية في النيجر في انتخابات الإعادة الرئاسية وفقا للنتائج الأولية للمفوضية الانتخابية للوطنية المستقلة. وأعلنت المفوضية أن محمد بازوم الموالي للرئيس المنتهية ولايته محمد إيسوفو وللرئيس السابق مهمات عثمان حصل على 55.75% من الأصوات ضد مرشح المعارضة محمود عثمان والذي حصل على 44.25%. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 633 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى خروج 500 متعاف من الفيروس من المستشفيات، ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 138 ألف حالة. أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستفرض حظر تجوال ليلي من مساء غد الخميس وحتى صباح الأحد المقبل بمناسبة حلول عيد هوريم للحد من تفشي فيروس كورونا. هذا وأوضحت الصحة الإسرائيلية أن حظر التجول سيسري من 8:30 مساء وحتى 5 فجرا، مشيرة إلى أنه سيمنع تجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق وأكثر من 20 شخصا في الهواء الطلق. قالت وكالة رويترز للأنباء إن نحو 111 مليون و790 ألف شخص قد أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 2,584,000 ألف حالة. تصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابات والوفيات، تلتها الهند ثم البرازيل في المرتبة الثالثة، فيما حلت روسيا في المرتبة الرابعة. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل أكثر من 62 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 1,300 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية،
ما يمثل ارتفاعا حادا لكلا المؤشرين، وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات في عموم البلاد إلى أكثر من 10 ملايين، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 248,000 حالة. والآن وقفة مع أخبار الرياضة. تنطلق اليوم فعاليات بطولة العالم للرماية والتي تستضيفها مصر حتى 4 مارس المقبل بمشاركة 400 رام من 32 دولة عربية وأجنبية من مختلف دول العالم. تقام المنافسات في السكيت والتراب من خلال مسابقات فردي وزوجي، سيدات وزوجي، رجال وفرق مختلط. خسر فريق الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب مكايا في مدينة دار السلام بتنزانيا، ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. بهذه النتيجة يتصدر سيمبا ترتيب المجموعة الأولى ب6 نقاط، يليه الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي ب3 نقاط، وذلك بعد فوز الفريق الكونغولي خارج أرضه على المريخ السوداني ب4 أهداف مقابل هدف واحد، بينما يتذيل المريخ الترتيب دون أي نقاط. هذا فيما تعادل الزمالك سلبيا مع مضيفه فريق تونغس السنغالية ضمن منافسات دور المجموعات لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 2، بينما حصد الفريق السنغالي أول نقطة له في المجموعة الرابعة. ولحساب المجموعة نفسها، تعادل الترجي التونسي مع مولودية الجزائر بهدف لمثله، ليتصدر الترجي المجموعة برصيد 4 نقاط ويصل رصيد المولودية إلى 2. وضع بايرن ميونخ الألمانية قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على مضيفه لاتسيو الإيطالي ب4 أهداف لهدف في ذهاب ثمن نهائي البطولة. من المقرر أن يلتقي الفريقان من جديد في مباراة العودة في 17 مارس المقبل على ملعب أليانز أرينا. فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على مستضيفه أتلتيكو مدريد الأسباني بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. أقيمت المباراة التي كانت مقررة في ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد وفي بوخارست بسبب إجراءات فيروس كورونا المعتمدة في أسبانيا التي تحظر دخول المقيمين في بريطانيا إلى البلاد. هذا ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في لقاء الإياب في 17 مارس المقبل. أصيب نجم الجولف الأمريكي تايجر وودز في حادث انقلاب سيارة بالمقاطعة مقاطعة لوس أنجلوس، وقالت شرطة المقاطعة إنه تم نقل وودز إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث، فيما لم تتضح حالته ومدى إصابته على الفور. أكدت الشرطة أن التحقيق جار في الحادث الذي تعرضت فيها سيارة وودز لأضرار جسيمة. والآن إلى أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية. قال خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم تحسنا تدريجيا في الأحوال الجوية فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.
مشاهدينا بهذا نكون وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية، هذا تذكير بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. بايدن والكاظمي اتفقان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات الصاروخية الأخيرة بالعراق. بيان فرنسي بريطاني ألماني يدعو إيران للتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية. ختاما نحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسا نيوز الجديد هو 11785، معدل الترميز 27500، وعامل استقطاب رأسي. كنت معكم أنا فيروز مكي، دمتم سالمين.